احنا اليوم مشاركين مع الرفاق في جامعة القدس المفتوحة في محافظة طول كرم. هذا المعرض القائم عليه كتلة الوحدة الطلابية طبعا بمناسبة الانطلاقة الجبهة الديمقراطية 44. طبعا المعرض مركز على أول شيء في عنا زاوية للأسرة وخاصة إخواننا الأسرة المضربين عن الطعام العيساوي والشراونة وقعدان، وكمان في عنا أيضا في زاوية لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، وكمان في عنا زاوية بتحكي عن معرض الصور اللي بأكد وبرسخ قضيتنا الفلسطينية، وإن إحنا إلنا الحق في دولة فلسطين إن شاء الله. وطبعا هذا المعرض كان هنا من اليوم موجود في محافظة طول كرم، وكمان موجود كان عنا في محافظة سلفيت، وكمان كان موجود في محافظة نابلس، طبعا شكل دوري في كل المحافظات ليأكد على حقنا الطبيعي والأكيد في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. نحن في كتلة الوحدة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة قمنا بتنظيم هذا المعرض على شرف الانطلاق 44 لانطلاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توثيقا للمدن الفلسطينية عبر التاريخ وبعض الشخصيات التاريخية الفلسطينية، وتوثيقا وتأكيدا منا على الهوية الفلسطينية التاريخية التي تمثل الماضي والحاضر والمستقبل. وأيضا قمنا بتنظيم خيمة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام رمزا منا وترميزا لوقوفنا معهم وأننا من خلفهم وفي صمودهم، ونحيي صمودهم وأسطورة وتضحياتهم الأسطورية في سجون الاحتلال. فلسطين حضارة تتحدث عن نفسها منذ 5000 وحتى الآن، منذ عهد كنعان من حيفا ويافا ومجد وبيسان وبير السبع إلى حيفا ويافا أيضا وبير السبع ومجد ونابلس وطول كرم، ترصع أرض فلسطين بتاريخ مشرف للإنسانية. نحن أول من علمنا الحروف، نحن أول من علمنا الهجائية، هذه الوثائق وهذا التراث وهذه الكتب القيمة تبين كيف كان تاريخنا في فلسطين. من لا تراث له لا جذور له. إن من يبحث الآن عن تراث تزويرا لمدن ومواقع ليثبت هوية له في فلسطين، هذه هي هوية فلسطين، هوية شعبها، هوية حريتها، هوية عودتها لشعب شرد وسيعود.